محمد خلفان مطر الرميثي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة بين 2018 و2019 في دولة الإمارات. شغل منصب القائد العام لشرطة أبو ظبي بين فبراير شباط 2016 ويناير كانون الثاني 2019، ورئيس مجلس إدارة مركز المتابعة والتحكم في الجهة ذاتها، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، ورئيس لجنة الأمن والعدل والسلامة في المجلس ذاته. التحق بالقوات المسلحة عام 1983، ووصل بعد مدة 24 عاماً إلى رتبة عقيد، ليمنح بعدها رتبة لواء، كما التحق بأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة عام 1990. شغل منصب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بين 2007 و2014، ورئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم عام 2008، ونائب رئيس الاتحاد ذاته بين عام 2004 و2008، ونائب رئيس هيئة الشباب والرياضة عام 2006، ومدير المشروع الإماراتي لإعادة إعمار لبنان في العام ذاته، ورئيس اللجنة التنفيذية في نادي العين بين 2001 و2008، وأمين عام هيئة الشرف في النادي عام 2000. كان عضواً في مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، ومجلس أمناء كل من جامعة خليفة ومؤسسة التنمية الأسرية. حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد والمحاسبة عام 1988 من جامعة الإمارات العربية المتحدة. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.